لكن خلينا دلوقتي سريعا نستعرض مع حضراتكم ابرز ما في الغربال. لمثل هذه المواقف خلق الاهل يا باشمهندس. طبعا مبروك. الحمد لله، لان يعني انت وانت جاي في ظل نتيجه المباراه بيبقى المود بتاعك وبيبقى حتى الفقرات بتاعك. اقول للناس واحنا جايين في العربيه انت كنت عامل ازاي؟ لا الله يسترك. لغايه ما كانت القفشه ممكن. اه طبعا. انا نازل من البيت يا استاذ ابراهيم واحنا مغلوبين 2-0. ركبت العربيه يعني بقينا نسمع الراديو على استحياء ويجي لنا تليفونات. الاول كانت غاضبه وبعدين يعني مرتاحه شويه بعدين متفائله وبعدين بتبارك. يعني احنا عشنا الاجواء دي كلها خلال اقل من ساعه الا ربع في العربيه. ما هو عيب الماتشات ده جون قفشه، ده طاهر، جون طاهر افتتاحها طاهر. ايه ده الجميل، الجون الجميل ده. طيب اتفضل يا باشمهندس. فانت بتيجي يعني وانت بتتعامل مع كل هذه. شريف تمام تمام تمام، شريف جدا. شريف وطاهر البديلين نزلوا غيروا. لا ده دي كلها صفات كويسه، ده طاهر وشريف. ده مفيش احسن من كده. الله. والقفشه ممكن، قفشه ممكن. اجوان كلها جميله جدا، ودي عايزين نشوف الاجوان اللي دخلت فينا برضو يا جماعه. يعني ما احنا بنحلمح. طيب. عايز اقول لك بقى بعد التحول الكبير، لانه قفشه مش عارف ضغط على اعصاب الناس، كل ما الناس تتعشم في حاجه يطلع لها قفشه زي عفريت العلبه اللي بوظ احلام ناس كتيره جدا ويضلمها على ناس. بس برافو جدا، تغييرات بيتسو موسيماني اللي عمل ملاحظات كتيرة. شريف ده مين؟ مش باينه من هنا. في ملاحظات كتيره، لكن خليني اقول لك بعد هذا التحول وبعد ما الاهلي استدعى فعلا روح الفانيلا الحمراء اللي قلبت الموازين في الشوط الثاني، هقول لكم بعض المواقع كانت نظرتها ايه للمباراه. اليوم السابع قال ريمونتادا الدكه ترفض السقوط وتقود الاهلي لافتراس الذئاب 3-2. يلا كوره برضو على نفس النغمه في التاكيد على تاثير تغييرات بيتسو موسيماني، قال دكه الاهلي تحول تاخره بهدفين امام المقاولون لفوز وصداره مؤقته للدوري. موقع في الجول قال المارد لا يسقط امام الذئاب، الاهلي ينتصر على المقاولون بعد عوده مثيره. بوابه اخبار اليوم قالت الاهلي يستعيد الصداره بريمونتادا في مرمى المقاولين. صدى البلد قضيه قفشه تقود ريمونتادا الاهلي امام المقاولون وتمنحه صداره الدوري. بوابه الشروق الاهلي يحول تاخره على المقاولون بفوز ويتصدر الدوري. القاهره 24 الاهلي يقلب الطاوله على المقاولون بثلاثيه ويقتنص صداره الدوري مؤقتا. والاهلي مش بتاع مؤقتا، خدوا بالكم، هي دي حقيقه الدوري المصري. كل الناس تتنافس وكل الناس تسعى، وفي النهايه الاهلي بهذه الروح وبهذه الثقافه وبهذه العلاقه التاريخيه له مع بطوله الدوري يأبى دوما الا ان يفوز. شوف يا استاذ ابراهيم، كل العناوين دي لما فاز الاهلي النهارده كانت هتقلب. أيوة. هي التشكيك في اللعيبه، تشكيك في موسيماني، وكيف انه قضى على طموحات اللاعبين، وكيف انه دائما بيضيع الدور الشوط الاولاني وبعدين لا يسعفه الوقت في الشوط الثاني، وكيف انه وكيف انه وكيف انه وكله في الاتجاه السلبي. ايوه الفوز النهارده تقلبها على وشها ده او ده. الفوز النهارده اولا ده بيفكرني الاول، بس لازم نقول سمات النادي الاهلي. ماتش الاتحاد السكندري في 2005 ايام مانو جوسيه، لما كنا متاخرين 2-0 في الشوط الاولاني وماكي جاب جول وكاستيلو جاب جولين بنفس الطريقه الريمونتادا. أيوه. اللي كانت غريبه، كان قاعد جنبي بقى، كنت لسه بروح الماتشات. يمكن الماتش ده من الماتشات اللي خلتني اخد القرار. لاني قاعد كل شويه ايه القرف ده، ايه الحلاوه دي، يا الله ايه ده. يعني بتعيش اللي انا عشته في العربيه، بتعيشه بقى على الطبيعه وناس بتكلمك في كل كوره. فانا بوفر على نفسي الرغي كتير في الملعب. طبعا طبعا كمان وانت بتستعد، ما انتش ناقص لخبطه بقى وناقص يعني ماتش بيراميد، ماتش مهم جدا مهم جدا وحاسم جدا اللي جاي، وانت بعديه هتتهيأ انك تسافر
بطولة العالم هي دي بقى. هي دي بقى لأن دي ملحوظة مهمة جدا. إيه؟ هي دي صديقنا العزيز الناقد الرياضي المتميز الأستاذ مصطفى جمعة في الكويت بعت لي مقالة يا باشمهندس على مصطفى جمعة بتاعنا على الذهنية الصحفي على الذهنية المشغولة غير مصطفى جمعة بتاع القناة على الذهنية المشغولة والمشروخة ديت إنك قبل البطولات الكبيرة المهمة الفرق بتبقى في الحالة الذهنية دي في حالة من التشتيت طبعا طبعا في كله خايف على نفسه الآن عايز يشارك الذهن مشغول إصابة وليد سليمان برضو ليها ظلالها على الفريق طبعا إنما أنت لما بتتحط بقى تحت ضغط وتحت تحقيق ما يشبه المستحيل بتستنفر بقى شخصية الأهلي بتستنفر لأن لما تيجي تشوف التغييرات اللي حصلت هو أول استفاد بالخمس تغييرات أي ثانيا هو خرج خط الوسط ودفع بكل ما يمكن أن يدفع به من مهاجمين وأطراف ما بقاش حد موجود على الدكة خلاص فتصور أنك أنت بهذا التعديل تسيطر وتحرز وريمونتادا رائعة جدا جدا هنا يقودنا الموضوع لإيه أنت بتاخد أفكار في الأزمة بتبتكر حلول فيها قدر من المغامرة طبعا لكن هو مغامرة موسيماني اتبنت على ايه؟ انه يفرغ خط الوسط ويدعم هو يتفرغ بيلعب واحد ديفندر يعني اكتفى بواحد ليه؟ على اساس يضغط قدام لانه هو حتى الجولين اللي جم من هجمتين يعني ما فيش كان يعني تبادل في السيطرة او في الخطورة فهو حس ان وكانت قراءة سليمة ان مؤكد المقاولين هينكمش شويه عشان جايب جولين هيحاول يدافع عنهم فوجد ان الاسلوب الامثل ولكن اللي عجبني في الموضوع انه ده الجون الاولاني بتاع باسم علي وكانه باسم علي ادخر كل طاقته عبر السنتين الماضيين هي جت في رجل ايمن اشرف باسم علي يسجل في ناديه السابق الاهلي وطاهر يسجل في ناديه السابق المقاولين وكلاهما يسجل النادي الحالي في النادي السابق بالظبط وخلي بالك ان باسم ما هو ابن المقاولين بالظبط يعني هي الكره دي يعني في ناس بتقول وده سيف كان علي لطفي كان يجب انه ما يستناش الكره توصل له كان يجب انه ايه هو استغل البطء السنه اللي في الربط ما بين ياسر وعلي ياسر ما يقدرش يلمس الكره دي هيعمل فيها ايه يعني انما علي كان متوقع ان الكره توصل له هو برضو الجاهزية بقى الذهنية طبعاً للاتنين يعني اللياقة الذهنية لعلي لطفي مؤكد ولياسر الاتنين بيشاركوا بعد غياب طويل مؤكد أحد الأسباب لكن أنا بقول لك إن النتيجة من واقع التحليل وتعديل المباراة برضو بتطمنك إن النادي الأهلي لا موجودة جوه الجينات اللي تخليك طب تعالى نستحضرها بقى من الاول وخلال الماتشات القادمه والفتره اللي جايه اللي ما فيهاش بقى اي ايه مجال للمخاطره سواء المحسوبه او غير محسوبه انت لازم تفهم انك انت رايح كاس العالم وهتشوف ليفل تاني ممكن يبقى ليفل اسهل لانه في كوره وتبادل مفيش تكدس في ظروف مختلفه كمان بكره الجمعه ان شاء الله في الدوري سموحه وبيراميدز وطلع الجيش مع الانتاج الحربي الانتاج كابتن مختار قدم استقالته تم التعاقد مع الكابتن حماده صيدي غزل اليوم السبت غزل المحله مع الاسماعيلي اسوان مع الزمالك والمقصه مع الاتحاد السكندري ويوم الاحد انبي والبنك الاهلي والجونه مع وادي دجله كمان الاتحاد الافريقي اجل مباراه الاهلي في افتتاح دوري المجموعات اللي كانت مع المريخ السوداني اجلها اليوم 16 فبراير لمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه ده كان ابرز الأخبار السريعة ويمكن كمان بكرة إن شاء الله الأهلي هيبعت قائمة كأس العالم للجنة المنظمة لبطولة المونديال الأندية علشان يخفضها لو ترى أي جديد عليها قبل البطولة أو قبل المباراة ب 24 ساعة وإن شاء الله ما يبقاش في أي طارئ. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا لناس هتتمسك من عظمة لسانها.